لقد كنتم خلال 3 عقود ضحايا الظلم والعدوان، فأنتم أكثر من يعرف بشاعة الظلم والبغي ومصادرة الحقوق، فلا تكونوا لا مبالين تجاه المظلومين في كل مكان، خاصة في الأراضي المحتلة حيث يتعرض المؤمنون والمسلمون الفلسطينيون هناك للقتل والذبح والتدمير كل يوم. إن الوقوف مع المظلومين هو الذي دفعكم اليوم للسير على أقدامكم إلى كربلاء. فلتكن جميع الظلامات نصب أعينكم قديمها وجديدها، فأثبتوا للعالم أنكم مع هابيل ضد قابيل، مع إبراهيم ضد نمرود، مع موسى ضد فرعون، مع رسول الله ضد قريش، ومع علي ضد بني أمية، ومع الحسين ضد يزيد، وأنكم اليوم مع الفلسطينيين ضد إسرائيل.